Hello everyone. This is عمرو عسكر, the founder of Asker Tontex, Quaker Tontex Tip Series. هتكلم النهاردة عن البلاستيك سليف, ال uses وال cases اللي بنحتاج فيها بلاستيك سليف. وقتما جاي بلاستيك سليف should be used في الكيسز اللي بيكون فيها long span wire without support. يعني لو عندي impact central او canine during leveling والالاينمنت البيشنت بيبقى فيه عنده كومبلين ان الليب بيحصل لها فولدنج وانجري من السمول واير وبتدخل بتوين الواير والليبيال ميكوزا, فبعمل بلاستيك سليف في المكان ده. لو عندي كورجنتال ميسنج لاترال انسايزر وبعمل سبيس اوبننج, البيشنت كومبلينينج ديورنج سبيس اوبننج ان برضه الليب بيحصل لها فولدنج في المكان ده. لو عندي ميكس دنتيشن وعملت 4x2 ابلاينس ففي لونج سبان بتوين اللاترال انسايزر وبتوين الفيرست مولر عشان مش هعمل بوندنج في السي والدي والاي, فالبيشنت نفس الكومبلين بيشتكي ان التشيك بيحصل لها فولدنج بتوين الواير والبكر ميكوزا, فبنعمل بلاستيك سليف تعمل اوبليتريشن للسبيس عشان بتزود الثيكنس بتاع الواير وما بيبقاش في مكان يحصل فيه فولدنج. استنونا في ابس جديده من كويكر فولدنج تيب سيريز. ثانك يو.